السلام عليكم ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. اليوم سوف أتحدث على موضوع يتعلق بشخصية الرئيس الحالي جو بايدن. مع احترامنا إلى الرئيس الأمريكي واحترامنا إلى سن الرئيس الأمريكي وموقع الرئاسة، لكن هناك خبر تم تداوله هذا الأسبوع بخصوص جو بايدن. فجو بايدن مؤخرا أعطى كلمة، هذه الكلمة ظهر على أنها تم أخذها بالحرف من خطاب يعود إلى رئيس أمريكي سابق. هذا الرئيس الأمريكي السابق أعطى هذا الخطاب في سنة 1984، وكانت هناك انتخابات رئاسية في أمريكا منحته الفوز في 49 ولاية، ألا وهو رونالد ريغان، الشخص الذي كان أصلا ممثلا في هوليوود ودخل إلى السياسة وأصبح رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بين سنة 1980 وسنة 1988. رونالد ريغان في سنة 1984 ألقى خطاب، هذا الخطاب أخذه جو بايدن مؤخرا وقال نفس الكلام بدون تغيير، سوف أقوم بكذا، سوف أفعل كذا، وهي نفس الأمور التي تحدث فيها الرئيس الأسبق رونالد ريغان وهو جمهوري، وبايدن تعلمون على أنه ديمقراطي. فهل جو بايدن من خلال هذا الخطاب يعتقد أنه استعماله لنفس كلمات خطاب رونالد ريغان سوف تمكنه من الفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة في 49 ولاية؟ فإذا كان يعتقد هذا الأمر فهو على غلط. ثانيا، استعمال جو بايدن لنفس خطاب رونالد ريغان هذا معناه أنه هناك مشكل في مستشارين أو في مكتب مستشارين الرئيس الحالي جو بايدن، يعني الناس الذين قاموا بكتابة الخطاب ومنحه للرئيس جو بايدن لقراءته، ألا يعلمون أن هناك صحافة أناس سوف يبحثون في هذا الأمر؟ ثالثا، والتي سوف أختم بها ولن أطيلها عليكم، وسوف تجدون خطاب رونالد ريغان في نهاية هذا الفيديو، أنه هذه ليست أول مرة يقال أن جو بايدن يستعمل خطاب شخص ما، لا أقول أنه ينسبه له، لكن يستعمل نفس الكلام على أساس أنها مخططات سوف يقوم بها. لماذا؟ لأنه هناك خطاب أو كلمة ألقاها جو بايدن تعود إلى 50 سنة، إلى 70 القرن الماضي. هذه الكلمة التي أطلقها أو ألقاها جو بايدن، كلمات الخطاب كانت منقولة عن كلمة ألقاها زعيم إيرلندي ونسبها جو بايدن له، وآنذاك كانت هناك ضجة في الولايات المتحدة الأمريكية، في الإعلام، في الصحف، في الحزب الجمهوري، على أن هذه الكلمة التي استعملها جو بايدن ليست لجو بايدن، بل تنسب إلى شخص، إلى زعيم إيرلندي. الآن جو بايدن يعيد نفس القصة في سنة 2024، الأمور أصبحت أكثر تطور، أصبح البحث في مصادر المعلومات سهل مقارنة مع 70 القرن الماضي، وهذا يوضح العديد من المشاكل التي تمر منها الإدارة الأمريكية الحالية. شاهدنا سفر جو بايدن إلى فرنسا، شاهدنا محاولة جلوسه وزوجته التي وضعت يدها على فمها لتطلب منه البقاء واقفا احتراما إلى الرئيس الفرنسي وغيره من الأمور. فكما قلت،
الأمور تحكم على نفسها، وليس كل شخص يمكن الحكم عليه. يعني ليس لي مثلا، لا أقول ليس لي الحق، لكن أترك المشاهد يشاهد بنفسه ويحكم بنفسه على مثل هذه يعني القرارات التي لا تخدم مصلحة الحزب الديمقراطي ولا تخدم جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقبلة مع كامل الأسف. شكرا لك. At last the hour had come. Dawn, 6th of June, 1944. At dawn, on the morning of the 6th of June, 1944, 225 American Rangers arrived by ship, jumped into the waves and stormed the beach. 225 Rangers jumped off the British landing craft and ran to the bottom of these cliffs. Gunfire rained above them, but still, they kept coming. Nazi grenades thrown from above exploded against the cliffs, but still they kept coming. The Rangers looked up and saw the enemy soldiers at the edge of the cliffs shooting down at them with machine guns and throwing grenades. And the American Rangers began to climb. They launched their ladders, their ropes, and grappling hooks, and they began to climb. They shot rope ladders over the face of these cliffs and began to pull themselves up. When the Nazis cut their ladders, the Rangers used the ropes. When the Nazis cut their ropes, the Rangers used their hands. When one Ranger fell, another would take his place. When one rope was cut, a Ranger would grab another and begin his climb again. And inch by inch, foot by foot, yard by yard, the Rangers clawed, literally clawed their way up this mighty precipice until at last they reached the top. Soon, one by one, the Rangers pulled themselves over the top. They breached Hitler's Atlantic Wall, and they turned in that one effort the tide of the war that began to save the world. And in seizing the firm land at the top of these cliffs, they began to seize back the continent of Europe.